السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي وأصدقاء قناة ميدلاين. اليوم ما جيت ندير لكم لا مراجعة لا والو، ولكن هاد الأسبوع توصلت بمنتوجين أنا غنوريهم لكم وغنحاول نفتحهم قدامكم باش تعرفوا هادو هما اللي غادي نراجع ليهم وغندير لهم فيديوهات الأسبوع ولا الأسبوع القادم. المهم اول حاجه كومونديتها من علي اكسبريس هاد المنتوج او هاد لو برودوي. غادي نحلو، سمحوا لي درك التسميه ولا ادريس، غادي نقول لكم شنو كيتكون، ما بغيتش نسبق الاحداث، ولكن غادي تشوفوا كل شيء امامكم. هاد التويشي الاولى كما كتشوفوا، ها هي التويشية الثانية، وهي التويشية الثالثة. هذا هو المنتوج اللي كومونديته دابا شي 26 27 يوم، يلا وصلت اليوم. والمنتوج الثاني هو عبارة عن ريسيبتور الذي أعشقه جيدا. هذا الريسيبتور تا هو غادي ندير لكم سميتو ايكون ويغو. هذا كوموند شريته من المغرب، هذا مي هذا المنتوج الثاني توصلت به من علي اكسبريس. صراحه هذا غندير ليه فيديو بوحدو كما كتشوفوا، وهذا غادي ندير ليه فيديو. المهم اهم حاجه اشنو كيحتوي، علاش كيحتوي هذا المنتوج كيف ما كتشوفوا. انا غادي نحلو قدامكم طن كارت ميموار اس دي لا مارك ليكزار 64 جيجا، يلا. وهذا حتى هو عبارة عن منتوج، شنو هو كما كتشوفوا، هذا كيت ديال واحد الحاجه اللي غادي نوريها لكم في اخر كيت. هذا كيت كيجي بوحدو مع المانيوال ديتيليزاسيون، هذا ديال شاومي 70 مايك كيف ما كتشوفوا. المنتوج الاهم احسن حاجه هو هذا، كما تلاحظون هذا هو لو برودوي اللي كومونديت من علي اكسبريس. كاميرا او داش كام 70 مي 500 اس، هاد الكاميرا اللي كنديروها في السيارات ديالنا. غير هاد الكاميرا فيها كاميرا اماميه وخلفيه، زائد الكيت. هاد الكيت هو اللي كيخدم هاد الكاميرا 24 ساعة على 24. الا بغيتي تخدمها بلا لوم سيجار راه غادي يعطيو لك لا لوم سيجار معاها كما كتشوفوا. قلت انا قبل انا غنحلو قدامكم باش تشوفوا علاش كتحتوي الكاميرا. والله الا اول مرة غادي نحلها. بقاو معايا. المهم إطلالة خفيفة على برودوي باش ما يضركمش راسكم كيف ما كتشوف. المهم هذا هو الفيديو اللي غنديروا المراجعة ديالو الأسبوع القادم. هذا قد جبت لكم حليت لكم العلبة باش تعرفوا شنو فيها. من الفيديو
بالتدقيق اون ديتاي ان شاء الله غادي نديرو هاد السيمانه، ومع المراجعه ديالو ونقول لكم واش زوين ولا خايب، وهذا الكيت ديالو باش يخدم في 24. المهم ما نقول لكم، لا يسعدني لن يقول لكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، في فيديو قادم.